نرحب بكم مشاهدينا إلى هذا اللقاء الخاص الذي نسعد فيه باستضافة شخصية رياضية أبكت الجزائريين ولكن فرحا، صاحب الإنجازات الرفيعة والانتصارات الخارقة على المستويين العربي والعالمي. اختير أفضل رياضي سنة 1994 من طرف صحيفة فرنسية، ولكن بعد ذلك اختير أفضل رياضي جزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. غزال الجزائر نور الدين مرسلي، مساء الخير. مساء الخير. أولا قبل كل شيء سيد الحكم، نشكركم على هذه الدعوة، ونتمنى إن شاء الله هذا اللقاء يكون شيق وله خير إن شاء الله بالنسبة للشباب وبالنسبة لقناة النهار التي لها دور كبير، اللي هي منبع ومصدر الخير لكل مواطن جزائري. ولاحظنا عدة مشاكل ربما تعالجت خلال هذه القناة، ونتمنى إن شاء الله تتطور تكون في كل العالم، لأن الشاب بصفة عامة أو اللاجئ الجزائري محتاج إلى القنوات الجزائرية حتى تتبع أسرار وأخبار الجزائر. وهو هدف القناة. نور الدين، في البداية الكثير يتساءل الجزائريين أين غزال الجزائر؟ وين راه نور الدين مرسلي؟ والله نور الدين مرسي حالي موجود دائم في الميدان الرياضي، لأن الرياضة أعطتنا وقدمنا الكثير لهذا الجانب الرياضي. هو مستشار دائم في الرياضة بين أمريكا والجزائر، لأن لازم تعرفوا بلي عبد الرحمن المعوصلي هو موجود كمدرب مسافة نصف طول بكاليفورنيا بالجامعة اللي كنت ندرس فيها، وأنا مستشار رياضي، وكذلك نتنقل بين أمريكا والجزائر حاليا، كذلك في اتصالات مع رياضيين جزائريين إن شاء الله يكونوا مصدر ومنبع النتائج الإيجابية، لأن الشيء اللي نقدر نقول ان الاراده والعزيمه والامكانيات متوفره الحمد لله في الوقت الحالي. لربما احنا عشنا ظروف صعبه للغايه، ولكن كنا معتزين انا وزملائي اللي شرفنا الجزائر في التسعينات في الحاسبه والمرقه، اللي كان نجم وقدوه المراه الجزائريه وتركت بصمات يعني عاليه على المستوى العالمي. نرجع كذلك الى عبد النوز وعز ياسمينه وابراهيمي، كل هذا الرياضيين تعلقنا فيه في وقت صعب، وان كانت الحزن وكان، ولكن كانت عندنا إرادة، كانت عندنا مسؤولية، حبينا نرجعوا ابتسام في قلوب الجزائريين، حبينا باش نكونوا قدوة للجزائريين رغم يعني هذيك المشاكل، إلا أن الجزائر بصفة عامة قادر يخلق المعجزات وقادر يبدل الصفحة السوداء إلى صفحة بيضاء. وكان الحظ أن الدولة كانت واقفة وراء الرياضة الجزائرية، واقفة وراء النتائج تاعنا، لأن أعطتنا كل الإمكانيات المادية والمعنوية، وهذا شرف كبير، لأن لازم تنسيق، لازم يد في يد، ما نقدرش الرياضي يصنع يعني لقب عالمي او نعم. لقب اولمبي او مجد للجزائر بدون مساعده. والحمد لله انا نقولها اليوم باعتزاز وافتخار ان الجزائر والدوله والمسلمين كانوا دائما وراء الرياضه الجزائريه. نعم. نور الدين، لماذا اختيار امريكا بالضبط الان تدرس في جامعة كاليفورنيا اعتقد؟ بالحقيقه انا مشيت في 88 امريكا باش يعني نحسن مشواري الرياضي ومشواري الدراسي، ودرست تربيه بدنيه، ومن هذيك الفترة يعني حققت نتائج عالمية، لأن الإمكانيات لربما كانت محدودة، حتى المستوى كتلحق بمستوى أنا في الجزائر لازم احتكاك مع رياضيين آخرين حتى تشوف المستوى تاعك باش تقارن، يعني لا تزيد ولا تنقص في التدريب. وكانت عندي الفرصة كبيرة، لأن كانت لي ترحيب كبير من كل الجامعة الأمريكية حتى المسؤولين المدربين، وعلاقتي حميمة وطيبة، حتى نقول لك بلي نعم. هم رايحين يعطوني خيرني راجل الجامعه في هذه السنه، احنا كلنا يكون لي تكريم كل شيء مبروك في يعني. ديسم. الله يسلمك، وان شاء الله على كل حال نبقى دائما عندنا الروح الوطنيه، لان بصفه عامه الجزائر اعطتني واعطتني الكثير، لان مستحيل نحقق الاشياء اللي حققتها له الجزائر ما عبدتش الطريق، الجزائر هي سلمت طريق، والحمد لله كي خرجت منها خرجت نائب بطل عام، ما رحتش يعني امريكا بدون نتائج، ولكن خرجت بالنتيجه، والجزائر بصفه عامه قادر يخلق المعجز في الجزائر ولا في اماكن اخرى، حتى فتحت ربما الابواب لرياضيين اخرين. في التسعينات كان الرياض بصفه عامه كان عنده محدود، كان عنده ربما جدار ما يسمحوش باش يمشي يدير تربصات ولا يعمل سباقات. بينت باللي الجزائريين، بينت حتى للعالم باللي الجزائر كي تكون عنده امكانيات ويكون عنده ارتياح نفسي في مكان يعني ما، قادر يخلق المعجزات. وسبيل على ذلك سعيد عويطه كان في المغرب، المستوى تاعو على كل حال كان مستوى على مستوى العالم، ولكن حتى كانت عنده منافسه مع شقيق عبد الرحمن في بعض الحالات كان ينتصر عليه، لما مشى لايطاليا وجد كل الامكانيات، وبعد 5 سنوات بدا يدير اشياء يعني خارقه العاده، نتائج عالميه، ولقب باللقب رواد دو دومي فرونسي، ملك المسافات النصف الطويله، وهذا شرف كبير، لان بكل صراحه اذا توفر الامكانيات الماديه والمعنويه الجزائري بصفه عامه قادر يدير البصمات تاعو تاريخيين في نعم. العالم. إذن نور الدين، معذرة على المقاطعة، غادرة تتحدث عن الجزائر بحب
وافتخار. إذا لم تكن مغادرتك لأمريكا هروبا مثل ما فعل بعض الوزراء الجزائر الذين يملكون الجنسيتين. والله انا ما نسميها بالهروب الى الامريكا، ولكن انتقالي من اجل تحسين المستوى الدراسي والمستوى الرياضي، لان كانت عندي امنيه، كنت حاب نكون بطل العالم، حبيت نصنع تاريخ الجزائر، هذا هو الامنيه تاعي. وفي في الحقيقه الشيء هذا يعني يطاب بعض الاشخاص، يعني ما تطرقوش الاسماء المعينه، لربما في الفتره اللي عشناها كانوا عده اشخاص يعني غادروا الجزائر وخلوا الجزائر تخبط في المشاكل في الحزن، والجزائر الحقيقي اللي يبان هو يبان في الضيق، هذا هو الجزائر الحقيقي. وانا اكون بين هذا الرياضيين، كان لي شرف كبير انا وحاسب المرقه والى ورياضيين اخرين صنعوا تاريخ الجزائر. ان شاء الله دائما الجزائري يعني تكون عنده محبه الوطن، لان شكون يبني الجزائر بصفه عامه؟ اذا تركنا الجزائر شكون يبنيها؟ اكيد ما يبنيهاش غير، يبنيها جزائري، يبنيها الشعب الجزائري. اذا احنا لازم نكون دائما قدوه لهذا الاجيال، حتى تكون سلسله متابعه للنتائج في جميع نعم. الميادين، مش في الرياضه فقط. ان شاء الله هذا هو الامنيه تاع إن كل شاء الله. جزائري. إذا نور الدين، عدت للجزائر وكنت حاضرا في انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية التي فاز بها بيراف، عودة نهائية للجزائر أم؟ والله انا عندي شخص، عندي احترام كبير لشخصيه مصطفى براف، لان نعم مصطفى براف اعطى وقدم الكثير للرياضه الجزائريه كلاعب في كره السله، وكان تالق يعني في الفريق، وكذلك تالق في كمسؤول، والنتائج تاعو خير دليل على ذلك. رأس ثلاث عهدات، وهذه العهده الرابعه نظن الخير راح يجي ان شاء الله معاه، واحنا كرياضيين ان شاء الله نكونوا بجنبه ونساعدوه ان شاء الله باش تكون الرياضه في القمه.